إقليمي السياحة حديث العهد تكون في هذا الإقليم هذا في السنة اللي فاتت، ودار واحد الخطة ديال العمل ديالو على أساس أنه يساعد ويعمل كهيئة استشارية وكهيئة فاعلة إلى جانب الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي باش ينهضوا بالمجال السياحي بهذا الإقليم، خاصة وأن هذا الإقليم عنده معطيات سياحية واقتصادية واجتماعية وتراثية كبيرة، وهي كتجلى النيت في هذا الرواق هذا. بغينا وضعنا هذه الخطة ديال العمل باش يمكن لنا نعملوا على أساس أنه نحيو الفعل السياحي بالإقليم، ولهذا انتهزنا هذه الفرصة. هي أول فرصة كتاح لنا في موسم ديال مولاي عبد الله أمغار في سنة 2019 باش نبينوا اولا المؤهلات ديال الاقليم. انتم كتشوفوا هذا الرواق، هو رواق يعني كيبان يعني احنا ما تنقدموش شي حاجه من غير لي ستاتستيك، يعني الاحصائيات والمجالات اللي كندخلوا فيها. المجلس الاقليمي للسياحه يتدخل في واحد العدد ديال المجالات اللي كتضم الفنادق، دور الضيافه، المطاعم المصنفه، وكالات الاسفار، كراء السيارات، النقل السياحي، المرشدين السياحيين او المرافقين السياحيين. تنويو ايضا ان شاء الله برغبه من واحد العدد ديال الفعاليات اخرى في الاقليم، لبازاريست والمخابز المخابز الصناعيه باش يدخلوا حتى هما ويندمجوا في هذا المجلس. اذا تبارك الله غادي يكون واحد الجيش ديال الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين السياحيين. بغينا هذا الشيء كله نجمعوه بطبيعه الحال ونوضعوه في اروقه. هذا اول رواق، ولكن ربما احنا مع الاتصال مع المجلس البلدي لمدينه الجديده باش نوضعوا واحد البوان دانفورماسيون، يعني واحد النقطة ديال الإرشاد السياحي اللي غدا ربما غدا توضع في المدخل ديال الحي البرتغالي، غدا تبقى لمدة هذا الصيف هذا. من بعد غادي عندنا تطلعات أخرى أننا غادي نمثلوا الإقليم أيضا في المعرض ديال الفرص، وغادي نمثلوا بطبيعة الحال الإقليم في المعارض الدولية سواء بإسبانيا، بألمانيا، بإنجلترا وفرنسا بطبيعة الحال. هادو يعني معارض دولية كيحضروا فيها جميع المجالس نتاع السياحة، فلا داعي أن لا يكون الحضور ديال المجلس الإقليمي ديال الجهة ديالنا أو ديال سميتو. حنا كنديو على المستوى الدولي، المستوى الوطني، وبغينا نكونوا ك يعني مثال على المستوى الوطني. احنا ما بغيناش نكونوا كمجالس اقليميه اخرى، بغينا ايضا حتى النقط ديال الانفورماسيون، النقط ديال الارشاد السياحي تكون عندها واحد الميزه خاصه، ماشي بحال النقط الاخرى اللي هي تيجي السائح عاد سميتو. انتم كتشوفوا هنايا المضيفه كتاخذ جميع الارقام وجميع يعني كيفاش تتصل بجميع الزوار اللي هما معنيين بهذا المجال ديال السياحه. Thank you.